يلا يا يوسف، انت لسه نايم؟ الساعة بقت 12، انت ما عندكش جامعة النهاردة ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ انت مش مركز في كلامي ولا ايه يا يوسف؟ بقولك الساعة 12، شكلك سهرت امبارح. انت نمت الساعة كام؟ انت عارفة، انا حلمت حلم غريب قوي. حلمت اني كنت في مكان جميل، وزي ما يكون كده في عصر الملوك، وكان فيه سور وناس كده من ايام الفراعنة والعصر الروماني. ما هو لازم تحلم أحلام زي كده من كتر قرايتك لقصص الخيال والفانتازيا بتاعتك دي. شوف يا يوسف، أنا مش ضد أحلامك، بس أنا أختك وعايزة مصلحتك، ولازم تبقى فاهم حاجة زي كده. انا يوسف، طالب في الجامعة، بحب الكرتون والفانتازيا والخيال العلمي، وبحب كمان القصص التاريخية والشخصيات الكرتونية، ونفسي ألاقي الفرصة اللي أقدر أحقق بيها كل أحلامي. صباح الخير، عاملين إيه النهاردة؟ صباح الخير يا دكتور، عامل ايه؟ إحنا النهاردة هنتكلم عن الثقب الأسود يا أولاد. الثقب الأسود زي ما أنتوا عارفين بيحصل فيه حاجة اسمها البطء الزمني، والبطء الزمني في الثقب الأسود يعني كل ما نقرب للثقب الأسود بيكون الزمن أبطأ بكتير، ولو قربت أكتر من الثقب الأسود ورجعت للأرض هتلاقي إن عمرك أصغر بفارق 10 سنوات أو برضو مئات السنين مقارنة بالناس اللي أنت سبتهم هناك. يعني معنى كده إن الواحد يا دكتور ممكن يسافر عبر الزمن ويروح لناس تانية أو يروح لأماكن تانية؟ ممكن طبعا، أنا عن نفسي عملت أبحاث عن السفر عبر الزمن وعملت آلة زمنية فعلا، بس لسه بجربها والمشروع لسه واقف. ليه يا دكتور المشروع لسه واقف؟ محتاج أجرب التجربة دي على شخص معين. هو مين المجنون اللي ممكن يسافر عبر الزمن ويخاطر بحياته؟ أنا مش عارف أعمل إيه في القصة دي، لو ألاقي بس الشخص ده. طب هو يا دكتور ممكن الواحد في آلة الزمن يشوف الناس اللي ماتوا من زمان زي جدي وجدتي؟ آه طبعا هتشوفهم وتسلم عليهم وتكلمهم، وهيكون سنهم أصغر من سنهم دلوقتي. كده المحاضرة بتاعتنا النهاردة خلصت، المحاضرة الجاية هقول لكم معلومات أكتر عن الثقب الأسود. في أي أسئلة أنتوا عايزينها؟ شكرا يا دكتور. إزيك يا دكتور، عامل إيه؟ حضرتك قلت إنك كنت بتعمل مشروع عن آلة زمنية بتسافر عبر الزمن، أنا كنت محتاج أشوف الآلة دي وأتعرف عليها أكتر. خلاص، بكرة الصبح تعالى لي في المعمل بتاعي الساعة 10 الصبح، وهوريك آلة الزمن وهوريك حاجات عمرك ما شفتها قبل كده، وبالمرة تقول لي برضو رأيك إيه في المشروع بتاعي. أكيد يا دكتور، أنا متحمس جدا وعايز أشوف آلة الزمن دي بتعمل إيه. أنا جايلك بكرة إن شاء الله الساعة 10. هي دي يا يوسف الآلة الزمنية، تقدر تسافر عبر الزمان في أي مكان أنت عايزه. عايز تروح عصر الملوك، عايز تروح العصر الفرعوني، عايز تقابل جدتك أو جدك، زي ما تحب. دكتور أنا مش مصدق اللي أنا شايفه ده دلوقتي، إيه الاختراع الغريب ده؟ أنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده، هسافر عبر الزمن؟ إيه التقدم ده كله؟ أنت عملت ده إزاي؟ دي خلاصة أبحاث كتيرة يا يوسف، يعني أنا بقالي كام سنة دكتور وبدرس حاجات كتير، أنت فاهم أنا درست وقريت كام كتاب عشان أعمل الآلة دي. إيه رأيك بقى في اللي أنت شفته ده؟ آلة زمنية. واو، أنا مش مصدق اللي أنا شايفه، إزاي كده؟ دكتور أنا قررت حاجة. إيه هي؟ أنا عايز أسافر عبر الزمان، إيه رأيك؟ مش أنت كنت بتدور على حد تعمل عليه التجربة بتاعتك؟ أنا بقى الحد ده. إيه؟ أنت مجنون؟ آلة زمنية إيه اللي أنت عايز تركبها؟ أنت الظاهر اتجننت، أنت عارف أنت بتقول إيه؟ ده في خطر على حياتك. لا 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 لا، انسى انسى الكلام ده، أنا مش هضحي بيك يا يوسف. يوسف أنت طالب جميل وممتاز وشاطر وأنا بحبك، وما أقدرش أعرض حياتك للخطر. بس اسمعني بس يا دكتور، أنا هفهمك.
لا هفهمك ولا عايز اسمع. ارجوك شيل الموضوع ده من دماغك، انت عارف انت بتعمل ايه في نفسك. انا لما قلت لك ان المشروع واقف مش معنى كده ان اجرب فيك انت. انسى انسى الكلام ده. انت عارف المشروع بتاعك ده لو نجح هيحصل ايه؟ هتبقى اشهر دكتور في العالم، واحتمال كبير قوي تاخد جائزة نوبل، وانت عارف يعني ايه جائزة نوبل. فكر يا دكتور. برضه ما تحاولش تقنعني، مش هاخد جائزة نوبل ومش عايزها. انا مش هاخد جائزة على حساب حياتك انت. ارجوك يا دكتور بليز فكر تاني. ماشي خلاص زي ما تحب، بس انت اللي تتحمل بقى العواقب اللي هتحصل. انا مش مسؤول لو حاجة حصلت لك. ما تجيش تقول لي ان عندي مشكلة ولا في حاجة حصلت، انا ماليش دعوة. لا 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 يا دكتور ما تخافش، مش هقول حاجة، بس أهم حاجة أنا عايز أروح العصور القديمة، العصر الفرعوني أو الملكي أو أماكن أنا عمري ما شفتها. أرجوك يا دكتور. خلاص زي ما تحب، أنا هعملك اللي أنت عايزه، بس أنت بقى اللي مسؤول عن نفسك، أنا ماليش دعوة. أنا قلت لك إن الموضوع ده خطر على حياتي. بجد شكرا شكرا يا دكتور، أنا متحمس جدا. شكرا، انا عايز اركب آلة الزمن دلوقتي. يلا يا دكتور يلا. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ ده السيرفر المتصل بآلة الزمن، عايزك بقى تقولي انت عايز تروح لانهي زمن. بس انا عايز اعرف يا دكتور الجهاز ده بيشتغل ازاي، ارجوك فهمني. الجهاز ده بيشتغل عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية، مجرد ما هتركب آلة الزمن وهتخش جوه الجهاز هتسافر على زمن تاني. بس لو عايز ترجع هتقول الباسورد دي 3777، وهقول الباسورد دي لمين يا دكتور؟ هتقول الباسورد دي للجهاز اللي انا هديهولك، بس اوعى الجهاز يضيع منك. لو ضاع منك الجهاز هتفضل قاعد في الزمن اللي انت فيه. يوسف خلي بالك احنا مش بنهزر ولا بنلعب، حافظ على الجهاز على قد ما تقدر. افتكر الباسورد 3777. خلاص حفظتها يا دكتور 3777. قلتليش بقى يا يوسف انت عايز تركب آلة الزمن وتروح فين؟ اروح فين اروح فين؟ انا عايز اروح عصر الفراعنة، انا كان نفسي اروح العصر ده واعيش فيه من زمان. ارجوك وديني هناك. تمام انا دلوقتي هوديك للعصر الفرعوني، بس اوعى تركب بالجهاز قبل ما انا اقولك. لازم ابرمج الجهاز عشان اوديك للزمن اللي انت عايزه. تمام مفهوم يا دكتور. يوسف خلي بالك من نفسك، اوعى الجهاز يضيع منك. يلا اشوف وشك بخير، هتوحشني. وانت كمان يا دكتور هتوحشني اوي. يلا يا يوسف مستعد؟ انت دلوقتي هتروح للعصر الفرعوني 3777. مستنيينكم في الحلقة الجاية عشان تشوفوا يوسف هيعمل ايه مع آلة الزمن. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب.